الأهلي بيتصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة. الأهلي ليس فقط يتصدر المجموعة الأولى ب 13 نقطة، بل هو أكثر فريق في الأربع مجموعات حصولا على النقاط. 13 نقطة هي حصيلة الأهلي من 6 مباريات. النجم الساحلي في صدارة المجموعة الثالثة ب 12 نقطة، مازيمبي في صدارة المجموعة الثانية ب 12 نقطة، والوداد ب 12 نقطة. الأهلي يفوز على كامبالا سيتي برباعية 4-2، الأهداف لوليد أزارو وصلاح محسن، ووليد أزارو هدفين وصلاح محسن هدف وكولوبالي هدف. الأهداف الثلاثة لكامبالا عن طريق النونادا وكمان ماجيمبو وألان أوكيلو. يعني 4-3 نهاية اللقاء، مبروك للنادي الأهلي. هنتكلم في الإجابات الكتيرة جدا في اللقاء بالتأكيد، وتصدارة المجموعة، وبعض الملحوظات أكيد لينا في ملعب الأهلي عشان الاستعداد للي جاي، لأن اللي جاي صعب مش سهل بالتأكيد في طريق النادي الأهلي. كابتن ماهر مبروك. مبروك يا كابتن سيد، مبروك حمادة، مبروك كابتن.